اليوم راح نبدأ بالمحاضرة الثالثة عندنا. أخذنا المحاضرة الأولى والثانية، زين. اليوم راح نكمل المحاضرة الثالثة. What are the objectives of our lecture? أول شيء اليوم راح نحكي عن الدايفرام والميديستاينم، وراح نحكي عن أول ستركتشرات اثنين موجودين بالميديستاينم اللي هي الثايموس والتريكيا. فراح نحكي عن الدايفرام طبعا كل تفاصيله. What is the shape of the diaphragm? What is the blood supply? Innervation, function, origin. وراح نحكي عن الميديستاينم ونقسم الميديستاينم والكونتينتس مالته. وبعدين عندنا ال first two structures that are located in the mediastinum اللي هي التراكيا والثايموس جلاند. زين، عندنا بالنسبة للدايفرام، طبعا الدايفرام it is a septum. الدايفرام باعتبار هو septum that separated the thoracic cavity from the abdominal cavity. حقيقة هو بينه two parts، يعني بينه هذا ال central part اللي هو tendinous part. ال central part of the diaphragm، هذا لاحظوا هذا الدايفرام، هذا كله أمامنا الدايفرام، هذا هو الدايفرام. It is a septum that separates the abdominal cavity هاي الجوة from the thoracic cavity above. ف طبعا هو يتكون من two parts. This septum بيها tendinous part اللي هو المنطقة الوسطية أو central part نسمينه tendinous part، والمنطقة peripheral part هذا هو peripheral part، وهذا من الجهة الأخرى من peripheral part هذا نسمينه muscular. أوكي، فبينه tendinous part وبينه muscular part. حقيقة هو مو بس septum، وإنما it plays very important role in the process of respiration. يعني هو ما فقط مجرد حاجز، الحجاب الحاجز مثل ما يسمونه بالعربي، وإنما إنه يلعب دور كلش مهم بعملية respiration. وبيها تفاصيل حقيقة كلش كثيرة، يعني ما نحكي عنها يمكن إحنا كثير، بس أعتقد بالفيزيولوجي يعني السنة الجاية راح تاخذوها بتفاصيلها. حتى نفهم الدايفرام نريد نفتهم الاوريجين مالته. الدايفرام بينه 3 اوريجينز، بينه سترنال بارت، بينه كوستال بارت، بينه فيرتبرال بارت. يعني اشنو؟ يعني جزء اوريجينيتد فروم ذا سترنم، جزء منه ينشا من الكوستال بارت، الكوستال بارت يعني الريبز، وجزء آخر من الدايفرام راح ينشأ لنا من الفيرتبرا، يعني الفيرتبرا الكولوم خلينا نقول. زين، أول شيء عندنا الاسترنال بارت. الاسترنال بارت يعني ما كل الاسترنم، فقط البوستيرير سيرفيس اوف ذا زيفويد بروسيس، بس من هاي المكان. يعني هاي المنطقة البوستيرير سيرفيس اوف ذا زيفويد بروسيس تعطي اوريجين للدايفرام. بعض الفايبرز تجي منها تعطيها للدايفرام، ولهذا سميناه external part اللي راح ينشأ من ال posterior surface of the xiphoid process. هذا الاوريجين الأول. الجزء الثاني هو costal part. costal part اللي هو inner surfaces of the lower six ribs with their costal cartilages. يعني ال inner surface ال lower ribs كده، يعني هسه إذا نرجع لهذا الرسم ال lower ribs كلها هاي ال inner surfaces الداخلي مالته اللور ريبس هذول الستة الجوة مع الكوستال كارتليج مالتهم، هذا الأصغر قلنا الكوستال كارتليج مالتهم كل أيضا راح تعطي أوريجين للدايفرام، فنسمينه كوستال بارت. الجزء الآخر راح تاخذ من الفيرتبرا، هذه الفيرتبرا أيضا الفيرتبرا راح تعطي أوريجين لبعض الفايبرات اللي موجودة بالدايفرام. إذا هسه أخذنا external part، قلنا اللي راح يجينا فقط من لاحظوا من الاسترنم، من الزيفويد بروسيس مال الاسترنم تعطي فايبرز،
وقلنا الكوستال بارت هاي الانر سيرفيسز او الديب سيرفيسز او الانر مال اللور 6 ريبس وذ ذير كوستال كارتليج، هذا الازرق اللي هو كوستال كارتليج. وعندنا الفيرتبرال بارت اللي هو هذا الجزء اللي هو من الفيرتبرا مباشره، ايضا راح تطلع فايبرز تروح على الدايفرام. اوكي، اذا الدايفرام عنده اوريجينز ثلاثه، اوكي اللي هي سترنال بارت وكوستال بارت وفيرتبرال بارت. اكو بالدايفرام في ستراكشرز اسمه رايت كروس، هذا رايت كروس وهذا هو ليفت كروس. فان ذا دايفرام عندنا رايت كروس فايبرز، هي نسميها رايت كروس هذه، وعندنا ليفت كروس. الرايت كروس الاوريجين مالته ات ارايزز فروم ذا سايدز اوف ذا بوديز اوف ذا ابر 3 لمبر فيرتبرا، يعني اول ثلاثه. زين، عندنا اول ثلاثه لمبر فيرتبرا from the sides of the bodies of the upper three lumbar vertebra with their intervertebral disc. هذول راح يعطون اوريجينال منو؟ للرايت كروس. ومثل الصوره لاحظوا هذا L1 L2 L3 with their intervertebral disc هم يساهم بالاوريجين. زين، وعندنا الليفت كروس، هذا هو الليفت كروس مثل الرسم، الاوريجين مالته منين؟ يجي from the sides of the bodies of the upper two lumbar vertebra with its intervertebral disc. إذا الرايت كروس ياخذ من الـ upper three lumbar vertebra، والليفت كروس ياخذ من الـ upper two lumbar vertebra with intervertebral disc، سواء إذا كان يعني من جهة الرايت أو الليفت كروس. طبعا احنا عندنا فشيء اسمه ميديان اركويت ليجمنت، يعني يربط بين التو كروره، كروره جمع، رايت كروس مفرد كروس، الجمع كروره، كله طبعا هاي مصطلحات لاتينيه الصراحه. فهذا نسمينه ميديان اركويت ليجمنت، هذا هو الميديان اركويت ليجمنت اللي هي تو كروره و كونكتد باي ذا ميديان اركويت ليجمنت، رايت كروس اند ليفت كروس. لاحظوا هذا همين الرسم كلش واضح، الرايت كروس وهي L1 L2 L3 وهذا الليفت كروس L1 L2، هذا همين الاوريجين مالته حقيقه كلش واضحه. زين، طبعا بعد يعني هذا هو قلنا الرايت كروس، طبعا هذا رايت كروس، هذا رايت كروس لاحظوا، وهذا ليفت كروس. زين، بعد لاترال تو ات المنطقه اللي شويه اذا نمشي بعد لاترال اكو شيء اسمه ميديال اركويت ليجمنت ولاترال اركويت ليجمنت. هذول هي عباره عن يعني من اسمه اركويت يعني هكذا اركينج، يعني يصير فد ليجمنت على الصوص مصل، هاي الصوص ماينر مصل يصير فد ثيكنينج وليجمنت عليه مثل الاركينج يسمونه ميديال اركويت ليجمنت، هذا بالابدومين تشعونه. ولاترال تو ات ايضا هو عباره عن ليجمنت فثيكنينج بالفيشيا وليجمنت نسميه لاترال اركويت ليجمنت، ويكون هذا الثيكنينج على الكوادريتس لامبورم مصل، هاي ايضا راح تاخذوه ان شاء الله يعني سنتي الجاي بالابدومين. فعندنا ايضا هذا الميديال اركويت ليجمنت واللاترال اركويت ليجمنت اللي موجودين على السوس ماينر مصل بالنسبه للميديال وعلى الكوادريتس لامبورم مصل اللي هي بالنسبه لللاترال، هذول الاثنين ايضا يعطون بعض الفايبرز او الاوريجن للدايفرام. اوكي، فميديال اركويت ليجمنت ولاترال اركويت ليجمنت اللي راح يكونون لاترال تو ذا رايت كروس وليفت كروس، طبعا هاي من هالجهه وطبعا من هالجهه همين عندنا، عندنا ميديال اركويت هوني وعندنا واحد هوني، عندنا هذا لاترال اركويت ليجمنت وهذا لاترال اركويت ليجمنت، مع تمام؟ فمن الجهتين. فهذه المنطقه راح تعطي اوريجين لبعض الفايبرز من فور ذا دايفرام. وقلنا اللي راح يربط بين الرايت كروس والليفت كروس راح اسمينه ميديان اركويت ليجمنت. الانسيرشن مال الدايفرام راح يكون بالسنترال تندون، هاي المنطقه البيضاء خلينا نقول، تشعوها بالماوس هذا البوينتر، هذا نسمينه منطقه السنترال تندون اللي هي المنطقه الوسطيه السنترال. فالانسرشن مال الدايفرام راح يكون منطقه السنترال تندون،
هذا إذا تلاحظون شكله إيشون يشبهونه، يقولون it is like three leaves، يعني مثل الأوراق الثلاثة، هذه أول وحدي، هذه ثاني وحدي، وهذه ثالث وحدي، like they has the shape of three leaves. طبعا هوني اكو يم الاسوفيجيال هياطس، هسه ناخذها بعدين. هذا الدايفرام راح يكون بينه اوبننجز خاصه. حقيقه هاي الاوبننج راح تمر بيها ستراكشرز معينه، وراح ناخذ كل اوبننج ايش يمر بيها. بس عندنا بالذات يعني حوالين الاسوفيجاس يصير فد سلينج لايك لوب نسمينه، فد مثل سلينج لايك لوب. يعني هون اكو فايبرات، يعني هون بالرايت كروس يصير بيها هكذا فغتين بينك على الليفت سايد، ف تعمل يعني ات از سفينكتر. واكيد انت يمكن سمعتم عن الاسوفيجيال سفينكتر، اللي هي السفينكتر اللي هي ما حقيقيه. السفينكتر، السفينكتر هي عباره عن مجرد انه فايبرز بالرايت كروس شويه يعني اكستند اب و turn to the left side وتعمل لي مثل السلينج لايك، تحمل الاسوفيجاس بهاي المنطقه، وهي تعطي حمايه يعني حقيقه تمنع الريجرجيتيشن، يعني تمنع ما اعرف بالعربي يسموها الاسترجاع، يعني لان الاسترجاع اشنو يعني تمنع الفلويد والاسيد، الاسيد فلويد والكايم الموجود بالستومك اللي هو طبعا مليان انزيمز ومليان اتش سي ال، تمنعه ان to extend up to the esophagus، لان الاستومك البطانه مال الاستومك تكون مهيئه ومرتبه انه تتحمل الاسيديتي وهالاسيديتي العاليه وهالانزيمز، بس حقيقه الاسوفيجاس ما يتحمل هاي الاسيديتي، فمرات يصير عنده مثلا ارتخاء بهاي السفنكتر الموجود هون او الفايبرز، فنخشى انه الفلويدز وال شويه من الفود مع الانزيمز والاتش سي ال راح يرجع من الاستومك يطلع شويه يفوت على الاسوفيجاس، ونسميها هاي ريفلكس اسوفاجايتس. طبعا بصير عند الالتهابات وتكون يعني حقيقه جدا مزعجه وبيها فقد كثير ساينز وسيمبتومز ويعني تفاصيل كثيره، وهي كلش حقيقه كومن بالمجتمع. فهي كلها حقيقه من ضمن اسبابها، ما كل الاسباب، من ضمن الاسباب انه ممكن يكون هون فد ارتخاء بالاسفنكتر راح يكون. زين، فاذا هذا قلنا هذا هو السنترال تندون اللي هو باللون الابيض الوسطي اللي راح يصير الانفكشن اوف ذا. اذا غير فهم الشيء ايش واحد يقول ايش هو الشيب اوف ذا دايفرام، ايش هو يعني شكل الدايفرام. الدايفرام اذا جينا دحكنا عليه يعني انتيريرلي، اذا جينا خلينا قدامنا ودحكنا انتيريرلي ما من فوق ولا من جوا، انتيريرلي راح يبين انه عندي هاي الدوم. لاحظوا اذا دحكنا على هاي الرايت دوم والليفت دوم، هذا الرايت سايد وهذا الليفت سايد. طبعا الرايت دوم يصل الليفل مالته للابر بوردر اوف ذا فيفث ريب بالرايت سايد، في حين بالليفت سايد يصل اكثر شيء اقصى شيء لللور بوردر اوف ذا فيفث ريب، وهذا بسبب ايش؟ بسبب وجود الرايت لوب اوف ذا ليفر اللي هو بالرايت سايد، فشويه مثل اللي يدفع خلينا نقول الدايفرام، ولهذا يصل للابر بوردر اوف ذا فيفث ريب، في حين انه الليفت دوم اوف ذا دايفرام اللي هو هذا الليفت دوم اقصى ما يصله هو اللور بوردر اوف ذا فيفث ريب. زين، السنترال تندون الليفل مال السنترال تندون وين راح يكون؟ راح يكون at the level of the external joint. At the level of the external joint. حقيقة كل الليفلات اللي حكيتوها والبوردر والاوف ذا فيفث ريب ابر بوردر واذا بالليفت سايد لور بوردر اوف ذا فيفث ريب، ولا قلتوا مثلا انه at the level of the السنترال تندون at the level of the external joint، هذا الحكي اللي حكيتونه كله يختلف حسب الفيس اوف ذا ريسبيريشن. هل الدايفرام، هل هذا الشخص هل هو عنده في حاله هسه انسبيريشن، تختلف هاي الليفلز اللي حكيتوها. هل هو في حاله اكسبيريشن، هل هو مثلا اذا كان ستاندينج شكل وسيتينج، واذا كان لاينج فلات، يعني عاده الدايفرام يعني يكون اعلى اذا البيشنت كان لاينج، او ما البيشنت خلينا نقول الانسان individual، يعني اذا كان لاينج فلات فالدايفرام يكون هاير، في حين انه اذا كان سيتينج او ستاندينج لا يكون
يعني lower، بيكون أنصى شوية lower. فإذا حسب البوستشر، حسب الـ process of respiration، whether it is الفيس إذا كان of inspiration or expiration، كل هاي حقيقة راح تفرق بال shape of the diaphragm. بس أكو شغلة إنه أنا قلته إنه right و left dome of diaphragm، هذا إذا أنت عم تدحك على diaphragm anteriorly، إذا قدامنا anteriorly. بس إذا دحقنا علينا from the side، يعني من جانب واحد من جهة وحدي، ياخذ الـ shape of inverted J shape. inverted J shape يعني ايش؟ نو inverted J shape يعني يعني ايه هكذا راح يكون، ايه هكذا من صفحه، ايه هكذا، لاحظوا ايه هكذا. فاللونج لمب راح تكون اكستند على الفرتبرال كولم هكذا، والشورت لمب ايه هكذا راح تجي اكستند للزفود بروسيس هكذا انتيريورلي. اوكي، فهذا نسميه inverted J shape اللي راح يبين فقط من صفحه، من يعني المنظر الجانبي. اوكي، نسميه inverted J shape. الانرفيشن اوف ذا diaphragm، طبعا عندنا موتور وعندنا سنسوري. الموتور اوف ذا diaphragm يجي من الرايت والليفت فرينك نيرفز، رايت اند ليفت فرينك نيرفز، اللي هو الاورجن مالته من C3 C4 C5. اي شيء طلاب بينو فرينك يعني يغذي الدايفرام. دايفرام اذا فرينك بالارتري يعني على الدايفرام ريح، اذا فرينك نيرف يعني يغذي الدايفرام. كلمه فرينك كلمه لاتينيه مرتبطه بالدايفرام. هذا إذا كان موتور، الموتور يأخذه كله كامل مكمل. لحظة. والله ما اعرف يعني ايش قد اصيح اكثر. زين فطلاب، قلنا الموتور، الموتور انرفيشن راح يكون من الفرينك نيرف. السنسوري انرفيشن المنطقة الوسطية، المنطقة الوسطية من الدايفرام، السنترال بارت اوف ذا دايفرام، مع البارايتال بلورا اللي هي جاية من فوق من جهة الثوراكس اللي تغطي المنطقة الوسطية من الدايفرام، والبيريتونيوم اللي هو الكفرينج، البيريتونيوم اللي هو كفرينج مال الابدومين من جهة الأبدومين، مع المنطقة الوسطية مال الدايفرام، هذول كلهم يغذيهم الفرينك نيرف نفسه، يعطي سنسوري انرفيشن المنطقة الوسطية. ولكن المنطقة البريفري، البريفري مال الدايفرام راح ياخذ من اللور 6 انتركوستال نيرفز. اوكي، اذا الموتور راح ياخذه بيور من الفرينك نيرف اللي جاي من C3 C4 C5 سواء كان رايت او ليفت. السنسوري المنطقة الوسطية من الدايفرام مع البارايتال بلورا اللي من فوق اللي هتغطي المنطقة السنترال بارت اوف ذا دايفرام، والبريتونيوم كفرينج اللي هو من جوا يغطي الابدومين. فقط هذا السنترال بارت، هذا بس راح يستلم من الفرينك نيرف سنسوري. ولكن البريفيرال بارت الباقي، البريفري اوف ذا دايفرام، راح ياخذ من اللور 6 انتركوستال نيرفز. بالنسبة للبلود سبلاي، البلود سبلاي راح يجي من الانترنال ثوراسيك ارتري، راح يعطينه بلود سبلاي عن طريق البريكارديو فرينيك ارتري وماسكولو فرينيك ارتري. ف
فلاحظوا نفس الكلمات، انا من اقول فرينيك يعني يغذي الدايفرام، فالانترنال ثوراسيك ارتري راح يعطيني بريكارديو فرينيك ارتري ومسكولو فرينيك ارتري، هذول الاثنين راح يروحون يغذون مباشره للدايفرام. اضافه عندنا سوبيريور فرينيك وعندنا الانفيريور فرينيك اللي جاي مباشره من الاورتا. الاورتا ايضا يعطي بلاد سبلاي مباشر عن طريق السوبيريور فرينيك ارتري وانفيريور فرينيك ارتري. هسه احنا نجي للاوبننجز اللي قلنا عليها اللي موجوده بالدايفرام. طبعا احنا عندنا 3 اوبننجز موجوده بالدايفرام، هذه اول وحده اللي نسميها كيفل اوبننج، وثاني وحده عندنا هاي نسميها اسوفيجيال اوبننج، وعندنا الاورتا نسميها الاورتيك اوبننج او الاورتيك اوريفيس او اوبننج. هذول موجودين حقيقه اوبننجز مثبتين يساعدون على انه تمر بعض الستركتشرز خلال هاي الاوبننجز، ولهذا كل اوبننج تسمت باسم الستركتشر المهم اللي عايمشي بيها. طبعا لسهوله الحفظ احنا قسمناها نقول T8 هاي يعني at level of الفرتبره الثامنه، الثوراسيك فرتبره الثامنه نسميها T8، فلسهوله الحفظ 2 نقول هاي 2 8 العفو 8 10 12 ف at level of T8 T10 T12 سهولة الحفظ. أول شيء أعلى شيء عندنا الكيفل أوبنينج اللي أشرح يمشي بها، يمشي بها الانفيريور فينا كافا ما تمام، إضافة إلى الترمينال برانشز أوف رايت فرينيك نيرف. فالانفيريور فينا كافا اللي جاي من الأبدومين يطلع فوق بالكيفل أوبنينج ما تمام ويلحق السوبيريور فينا كافا ويدخل بالرايت أتريوم. فعندنا الكيفل أوبنينج اللي هي هذه at level of T8 نسميه، تصير يعني on the right side of the central tendon. لاحظوا هذا هو central tendon. فموقعه كvertebra بالنسبة للvertebra هو at the level of T8 اتفقنا عليها. إضافة إنه موقعه بالcentral tendon تكون to the right side of the central tendon. To the right side of the central tendon. الesophageal opening هاي شوية بالوسط، راح تكون شوية تحت الكابل. قلنا at the level of T10. هذه تصير within the fibers of the left crust. لاحظوا شوية ميلي على اليسار، هذا left crust تمام، فتصير within the fibers of the left crust، وهي tend to the left side شوية أكثر. إيش هي structures اللي راح تمر بيها؟ the two vagi، ال right vagus nerve وال left، اثنين راح يمرون بالإسوفيجاس طبعا إضافة للإسوفيجاس نفسه. عندنا أقول إسوفيجيال branches of left gastric vessels. الليفت جاستريك فيسلز اللي هي arises in the abdomen راح تعطي esophageal branches، فال small branches موجودة تدخل للإسوفيجاس وتغذي lower third of the esophagus عن طريق الإسوفيجيال opening. زين، إضافة إلى الليمفاتكس of the مال lower third of the esophagus أيضا راح تمر بالإسوفيجيال orifice. إذا هسه أشني هي structures اللي راح تمر بالإسوفيجاس؟ أهم شيء تقولون هو الإسوفيجاس، إضافة إنه two vagi سواء كان right أو left اثنين، وقلنا الإسوفيجيال branches of the left gastric vessels اللي تنشأ أصلاً left gastric vessels بالأبدومين، بس تعطي إسوفيجيال branches صغار يعني راح يدخلون بالإسوفيجيال أورفيس ويغذون، تعتبر نوع من blood supply يغذي الإسوفيجاس. إضافة إنه lymphatics مال lower third of the esophagus ايضا راح تمر بالاسوفيجيال اوبننج. عندنا ثالث واحد هو الاورتيك، الاورتيك اوبننج هذا هو اللي يكون ات ذا ليفل اوف زين، الاورتيك اوبننج اللي يكون ات ذا ليفل اوف T12 قلنا، يعني بمستوى الثوراسيك فيرتبرا اللي هي رقم 12 اخر وحده اللي هي بالثوراكس، هذا بالوسط يعني بين الرايت وبين الليفت كراس، هذا الرايت كراس وهذا الليفت كراس، فبيناتهم اثنين حقيقة راح يكون الاسوفيجاس العفو الاورتا بين الرايت كراس والليفت كراس، يعني هو حقيقة وسطي. ايش راح يمشي بينه بالاورتيك اوبنينج؟ طبعا من اسمه اهم شيء تذكرون الاورتا، اضافة للثوراسيك دكت والازايجاس فين. زين، طبعا اضافه الى يعني هسه احنا قلنا الثلاث اوبننجز اللي هي الرئيسيه المهمه اللي هي الكيفل اوبننج
T8 esophageal opening T10 aortic opening T12 إضافة لهذول الثلاثة الرئيسيين. أيضا أكو openings حقيقة كلش صغيرة ما راح يمر بيها، عندنا sympathetic splanchnic nerves كل تايمة لل sympathetic nervous system حقيقة، فعندنا sympathetic splanchnic nerves, sympathetic trunk, superior epigastric vessels أيضا راح تمر من openings صغيرة غير راح تكون حقيقة تخترق الدايفرام وتمشي بopening بالدايفرام يعني عن طريق هذه الopenings الصغيرة، وما كلش واضحة ولا مهم حقيقة الليفل مالتها، بس هي موجودة for sympathetic splanchnic nerve والsympathetic trunk نفسه والsuperior epigastric vessels. حقيقة أكو موضوع هو الفانكشن اوف ذا دايفرام قبل ما نحكي عن الميديستاينم. الفانكشن اوف ذا دايفرام يعني انا ما اعرف يعني ما اريد يعني اخذ وقت بينه، يعني انتم راح تاخذونه بس اطلعوا علينا انه هو بال يفيد بالبروسيس اوف انسبيريشن، بالابدومينال سترينينج، ويت ليفتنج مسل ايضا يعتبر ثراكو ابدومينال بامب ياثر يعني على الانترا ابدومينال بريشر يعني هم من يلعب دور بيه حقيقه. فيعني انتم هاي التفاصيل حقيقه اكو في باراجراف موجوده بالمحاضره خليتوا لكم اياها، انتم حاولوا يعني تقروها ويعني تفهموها اطلعوا عليها. خلينا نقول عندنا تشيست كافيتي، احنا حكينا عن التشيست كافيتي وحكينا عن التشيست وول والمسلز اللي تغطيها، هسه بقى نحكي عن السكلتن اللي تحيطه سراوند باي ذا سكلتن وبعدين تشيست وول. هسه بقى اريد اعرف هي الكافيتي بداخل الكافيتي اشكو اكو شيء اسمه ميديستاينم. اشنو هذا الميديستاينم؟ المنطقه الوسطيه هو معروف يعني هو ميديان بارتيشن، هو موفابل بارتيشن، هو منطقه وسطيه بداخل التشيست كافيتي. ف يعني ايش تريدون تسمونه؟ ممكن يكون ميديان بارتيشن، ممكن يكون موفابل بارتيشن، هو اثنين بحقيقه صحيح، منطقه وسطيه موجوده بداخل التشيست كافيتي ونسميها ميديستاينم. الميديستاينم يعني حقيقه هو يمتد سوبيريرلي للثوراسيك اوتليت، هاي منطقه الثوراسيك اوتليت عندنا، وعندنا روت اوف ذا نيك. انفيريرلي من جوا ايش عندنا؟ عندنا الدايفرام ما تمام. انتيريرلي اشكو قدامنا الاسترنم، قدامه اشكو استرنم. بوستيريرلي خلف اشكو هذا كله فيرتبرال كولم. الميديستاينم حقيقه حتى نفتهمه نريد نقسمه الى سوبيريير ميديستاينم وانفيريير ميديستاينم. ايش راح نقسمه؟ راح نتخيل هو اسمه ايماجينري imaginary plane، نتخيل انه اكو فد وسط خيالي يمتد من منطقه الاسترنال انجل، هاي منطقه الاسترنال انجل، هاي المنطقه anteriorly الى posteriorly الى lower border of T4. فهذا فد imaginary خيالي، يعني نتخيل انه فد مقطع راح يقطع هاي المنطقه يعني anterior to posterior، من الاسترنال انجل انتيريرلي الى اللور بوردر اوف T4 posteriorly. فالمنطقه اللي فوقاتها اسميها سوبيريور ميديستاينم، المنطقه اللي جوا نسميه انفيريور ميديستاينم. والانفيريور ميديستاينم هذا الجوا ايضا راح يرجع يتقسم الى ثلاث اقسام، الى انتيريور وميدل ميديس انتيريور ميديستاينم، ميدل ميديستاينم، وبوستيريور ميديستاينم. الانتيريور ميديستاينم اللي هو طبعا بيش يتقسم بالهارت والبريكارديوم، هاي المنطقه الوسطيه هي هارت وبريكارديوم. فانتيريور انتيريور ميديستاينم اللي هو يكون انتيريور تو ذا هارت او انتيريور تو ذا بريكارديوم، البريكارديوم يعني انا قصدي الهارت، الاغشيه اللي تحيط الهارت نسميها بريكارديوم. فمن اقول هارت وبريكارديوم يعني الهارت والاغشيه اللي سراوندينج ذا هارت. فعندنا هذا الانتيريور ميديستاينم يمتد يعني بين المحصوظ يعني بين الاسترنم انتيريورلي والهارت بوستيريورلي، هذا نسميه انتيريور ميديستاينم. والميدل ميديستاينم اللي هو نفسه منطقه الهارت والبريكارديوم والفيسلز اللي معاها، هاي نسميها ميدل ميديستاينم. زين بوستيريور ميديستاينم اللي هو بوستيريورلي اللي هو خلف البريكارديوم بين البريكارديوم والفيرتبرال كولوم، يعني هاي المنطقة، وطبعا بيها structures هذه تمر بالposterior mediastinum.
أول شيء راح نحكي عن السوبيريور ميديستاينم. السوبيريور ميديستاينم، لاحظوا هاي المنطقة كلها مانيوبيريوم استرني، هذا كله مانيوبيريوم استرني اللي نقلته الفيرست بارت اوف ذا استرنم هو المانيوبيريوم استرني. فالسوبيريور ميديستاينم راح يكون ليميتد او يعني سراوندد باي انتيريورلي، عندنا المانيوبيريوم استرني اوكي. بوستيريورلي ايش عندنا؟ الفرتبرا ايه ما هي؟ خلينا نعد 1 2 3 4 الابر فور فيرتبرا، الابر فور فيرتبرا اوكي. فهذا الفرتبرا الاربعه الثوراسيك فيرتبرا اول اربعه كلتها بوستيريورلي، وعندنا مانيوبيريوم استرنال انتيريور اللي هي راح تحيط لنا السوبيريور ميديستاينم. زين ايش هي الستركتشرز اللي راح تمشي بالسوبيريور ميديستاينم؟ التايموس، عندنا لارج فينز، عندنا لارج ارتريز وميجر فيسلز راح تكون موجوده، التريكيا تمر، لاحظوا التريكيا، الاسوفيجاس ايضا راح يكون موجود، ثوراسيك دكت وسمبثاتيك ترانك. هذه كلها عباره عن الستركتشرز اللي راح تكون موجوده بمنطقه السوبيريور ميديستاينم. زين الانفيريور ميديستاينم انا قلت هذا انفيريورلي، انفيريورلي اشكو قدامه عندنا ليميتد باي البادي اوف ذا سترنم، هذا هو البادي اوف ذا سترنم كله، بادي اوف ذا سترنم. زين بوستيريورلي ايش عندنا؟ اللور 8 ثوراسيك فيرتبرا كلها بقى تتكمل، اللور 8 للاخير، هذا كله تو انفيريور ميديستاينم. ايش هي الستركتشرز اللي راح تمشي بينه؟ ايضا عندنا الثايموس، عندنا طبعا اهم ستراكشر هون بقى راح يجي الهارت والبريكارديوم وحوالينه ومن هجه راح ينزل الفرينك نيرفز من الجهتين، اضافه طبعا مثل ما تلاحظون الاسوفيجس، واكو معانا طبعا الثوراسيك دكت، وعندنا الاورتا ديسندنج اورتا ايضا راح يكون موجود، هذا هو ديسندنج اورتا راح يكون موجود، يمكن ما كلش واضح منها بهذا الرسم. وطبعا اخيرا راح يكون السمباثيتك ترانك موجود اوكي. فعندنا اسوفيجاس، وعندنا يعني ديسندنج اورتا، وعندنا ميجر ستراكشرز راح تكون موجوده بالانفيريور ميديستاينم. زين عيني افتهمنا الميديستاينم، حقيقه كلش مهم الميديستاينم، انا بدك تفهمونه يعني. فقلنا هو منطقه وسطيه بداخل الجست كافيتي، وقسمناها الى سوبيريور وانفيريور اوكي. وقلنا السوبيريور انه اشنو هو السراوند باي وات، اشنو هو الحدود مالته، قدامه اكو المانيوبيريوم استرني، وبوستيريور تو ات عندنا الابر فور ثوراسيك فيرتبرا، هذا السوبيريور ميديستاينم. وحكينا عن الستركتشرز اللي راح تمر بينه، تحته طبعا الحد الفاصل بيناتهم قلت لكم هو البلين الايماجينري اللي احنا تخيلناه اللي امتد من الاسترنال انجل، اللي هي منطقه التقاطع ما بين المانيوبيريوم استرني والبادي اوف ذا استرنم، هذا البادي وهذا المانيوبيريوم، منطقه التقاطع بيناتهم نسميها استرنال انجل. راح يجي يمتد بوستيريرلي الى اللور بوردر اوف تي 4، لاحظوا هاي تي 4، هذا اللور بوردر اوف تي 4، هذا هو الحد الفاصل ما بين السوبيريور ميديستاينم والانفيريور ميديستاينم. الانفيريور ميديستاينم تحته بقى اشنو هو الحدود مالته؟ الانفيريور ميديستاينم راح يرجع يتقسم بعد 3 اقسام، انتيريور ميدل بوستيريور، عن طريق منه؟ عن طريق الهارت والبريكارديوم اللي هي الاغشيه المحيطه بينه. زين فتقسمه الى 3 اقسام، القسم الاول كله اصلا يعني ليميتد باي انتيريور اللي عندنا البادي اوف ذا سترنم، وبوستيريور اللي اللور 8 فيرتبرا، طبعا ثوراسيك فيرتبرا فور شور يعني. زين يرجع يتقسم بالهارت والبيريكارديوم الى انتيريور ميديستاينم اللي هو انتيريور تو ذا بيريكارديوم، يعني محصوره منطقه المحصوره ما بين البادي اوف ذا سترنم والهارت، والميدل ميديستاينم هي نفس منطقه الهارت والبيريكارديوم، والبوستيريور ميديستاينم اللي هي المنطقه ما بين الهارت والفيرتبرال كولوم، فهذه نسميه بوستير ميديستاينم، وكلها طبعا راح يكون ستراكشرز بينه. الشيء اللي راح ناخذه هو يعني تفاصيل بقى يعني يعني كل ستراكشر هسه من انا اللي ذكرتهم تقريبا يعني راح نحكي عنه، يعني بعض الامور راح ناخذها بالتفصيل، بعض الستراكشرز يعني راح لا مجرد انه نذكره نعبو عليه شويه معلومات بسيطه، الفايتال اورجنز شويه راح ناخذها بالتفاصيل. طبعا اشكو اون ذا سايدز اوف ذا ميديستاينم،
يعني انا المنطقه الوسطيه وقسمتوها، بس حوالين الميديستاينا من هالجهه ومن هالجهه ايش عندنا؟ عندنا لانكس، ما ننسى. تمام؟ اللانكس، وطبعا الكفرينج مالتها اللي هي البلورا. يمكن اعتقد محاضره الجايه راح نحكي عن البلورا. هسه ما اطول عليكم، اليوم بس راح ناخذ ستراكشرات اثنين بالميديستاينال. اول وحده الحقيقه الثايموس. الثايموس هاي بسيطه، يعني هي عباره عن جلاند، as you know it is a gland. It is the main factory of the T cell، هو مصنع لصناعه التي سيل. فالديفلوبمنت مال التي سيل والماتوريشن والديفرنشيشن والاميونو كومبتنت فانكشن كل هاي تكتسبها من الثايموس جلاند. فهي حقيقه يعني مهمه باول كم سنه من يعني the first two years of life، تكون كلش مهمه، والديفلوبمنت مالتها وتكون يعني الفانكشن مالتها يكون كلش اكتف. حقيقه بعدين شويه شويه بالادلت يعني تصير مجرد انه فايبروست يعني وكالسيفايد، وما يعني ما تصبح ما ذات اهميه. فاهميتها راح تكون حقيقه بالبدايه، وهي اسمها الثايموس هي الغده الزعتريه، اكيد انتم سامعين بيها، لان شكل الغده مالتها اللوب مالتها هي تو لوبز، لاحظوا هذا وان لوب وهذا اللوب الثاني، فهي باي لوبت جلاند، هذا لوب وهذا لوب، فشكلها يقولون يعني تشبه الورقه مال نبات الزعتر، ولهذا سموها الغده الزعتريه. حقيقه اشنو هو بس يعني هي ايه يعني معلومات بسيطه عنه، واكيد يعني معظمكم يعرف هاي المعلومات العامه عن الثايموس جلاند. بس اريد البلد سبلاي هو الانفيريور ثايرويد ارتري، تاخذ من الانفيريور ثايرويد ارتري والانترنال ثوراسيك ارتري. اوكي زين، عندنا اخر ستراكشر راح بمحاضرتنا، اخر ستراكشر راح ناخذ اليوم بالنسبه للميديستاينم، عندنا التريكيا. لاحظوا طلاب هذه هي التريكيا. التريكيا هي عبارة عن تيوب، هذا هو التريكيا، هي عبارة عن تيوب. لاحظوا زين عيني إيه، فهي عبارة عن تيوب تتكون من حلقات. هسه إذا بدي أحكون عليه كله عبارة عن حلقات، حوالي 15 up to 20 rings، cartilaginous rings، أو يسموها إما cartilaginous rings أو نسميها يعني incomplete rings أو C-shaped cartilage، C-shaped rings. ليش؟ لأن هي ما حلقة كاملة cartilage مقفلة. لا طلاب، يعني إذا كانت يعني الله سبحانه وتعالى خلقها إنه هي كلها عبارة عن cartilage، عبارة عن حلقات، بس الجزء posterior منها أكو مصل تكمله مصل، وهذه المصل بقى اذا صار يعني كونتراكشن بيها او اذا صار دايلتي ريلاكسيشن بيها راح تاثر طبعا على التيوب نفسه، يعني على الدايمتر مال التيوب، ها تنفتح القصبه الهوائيه، تنسد القصبه الهوائيه، يعني هاي شغلات حقيقه يتحكم بها وجود التريكياليس مصل اللي موجوده بوستيريرلي. اذا هي عباره عن سي شيب رينج وانكمبليت، حلقات كلها لاحظوا كلتها هوني، هاي كلتها، هاي الزرقاء هاي كلتها حلقات، هذا الفوق هذا لارينكس، وهذه تنزل كلتها عباره عن حلقات، هذه هي التريكيا حلقات. وبوستيريور اللي عندنا التريكياليس مصل، وقلنا الكونتراكشن والريلاكسيشن مال التريكياليس مصل ياثر على الدايامتر مال التريكيا. وشغله مهمه انه وجود هاي الحلقات حتى تحافظ على البيتنسي، يعني اذا تلاحظون انه هي يعني هاي الطريقه الوحيده اللي يفوت بيها هذا الاير للجسم كله. فاذا صارت كلها عباره عن مجرد انه مثلا كلها عباره عن مسلز، ما ممكن نحافظ على البيتنسي، هذه تبقي البيتنسي مال اللومن، تحافظ على البيتنسي مال اللومن، يعني تحافظ على انه مثلا يبقى دائما مفتوح مثلا ما ينسد. لان انا اذا كان هذا كله مصل كوي اكو ادويه كثير تاثر على المصل، والادويه هي اللي بتعمل كونتراكشن وريلاكسيشن، فممكن تضيق القصبه الهوائيه وتقفل اذا كانت كلها يعني عباره عن مصلز. ولهذا الله سبحانه وتعالى الحقيقه حط incomplete C shape او cartilaginous rings.
أريد أفتهم البداية، يعني هي استمرارية طلابنا للارينكس، هي continuation of the larynx، بس أيمتى أبدأ أقول إيه حسة بدت التراكيا؟ At the lower border of the cricoid cartilage. بال lower border of the cricoid cartilage at the level of the C6. هسه أنا قلتوا إنه التراكيا مالتنا بدأت، فحقيقة هذا ليفل يعني أريد كلش تهتمون بينه، بين بداية التراكيا. قال لي what is the level of the trachea؟ قال لي at the level of the lower border of cricoid cartilage. الكريكويد كارتلج هذا حقيقة راح تاخذونه بصف ثاني مع الثايرويد جلاند، اوكي، مع الثايرويد جلاند ومع اللارينكس. هسه احنا راح نحكي فقط عن الليفل مال التراكيا. الليفل راح يبدا اللي يهمنا يبدا at the lower border of cricoid cartilage at the level of C6. زين، هاي بدات التراكيا، وين تنتهي؟ تنتهي بمنطقه اسمها كارينا. لاحظوا هاي المنطقه اسمها كارينا، كارينا طبعا الكارينا تكون opposite to to the between T4 and 5. يعني انا قلت دائما الليفلات من حكينا من بدايه الاناتومي دائما نستخدم الثوراسيك فيرتبرا او الفيرتبرا الكولوم كله حقيقه، حتى بالسيرفايكل بناخذوها بالهيد اند نيك، نستخدم كثير الفيرتبرا الكولوم حتى نحدد الليفل. يعني بالاناتومي احنا نحدد الليفل مال الستركتشر اللي عندنا. فالكارينا راح تكون at the level opposite T4 بين T4 والT5، هو راح يكون الليفل اوف كارينا. التريكيا طبعا راح تكون حوالي يعني اللينث ما خلينا نقول يعني 11 وربع سنتيمتر. الدايمتر مالتها راح يكون تقريبا 1 انش، يعني 2.5 سنتيمتر نسميها 1 انش او 2.5 سنتيمتر. اغيد افتهم اشنو هو الريليشن حقيقه، اشنو هو الريليشن. هسه احنا عرفنا منين تبدا الليفل مالتها، منين يبدا وين تنتهي، واشنو هو من ايش تتكون الكارتيلج مالته، رينجز قلنا بوستيريور تراكياليس مصل. هسه اريد افتهم الريليشن مالته. زين، هذا الرسم طلاب كثير يسهل علينا الريليشن. يعني اشنو ريليشن؟ يعني ريليشن مثلا اذا اقول انتيريورلي، يعني اشنو هي الستركتشرز هذه اللي عاد تمشي انتيريور، هاي التراكيا مالتنا، اشنو هي الستركتشرز اللي راح تكون انتيريورلي، ايش راح يمشي من قدام التراكيا. خلينا نقول طبعا anteriorly ايش اكو عندنا؟ عندنا اول شيء الباك اوف ذا sternum، ما تمام؟ قدام عندنا السترنم، فالباك اوف ذا sternum هو اول شيء راح يكون موجود من ضمن الاشياء الموجوده anteriorly. بعد عندنا السايموس جلاند، ما تمام؟ عندنا ايضا السايموس جلاند. لا تدخلون على هاي، هاي الثايرويد، ما هاي السايموس جلاند حقيقه ما موجوده، بس هي راح تكون بهاي المنطقه بالضبط، هاي المكان البوينتر، هذه هي منطقه الثايموس جلاند. بعد ايش عندنا؟ عندنا الليفت بريكيو سيفاليك فين، لاحظوا الشن عيمر الليفت بريكيو سيفاليك فين، هذا هو الليفت بريكيو سيفاليك فين. زين، عندنا الاوريجن، الاوريجن مال البريكيو سيفاليك والليفت كومن كاروتيد، هذا الاوريجن اللي طيع من ما يطلع من الارش اوف اورتا، فهو البريكيو سيفاليك هذا ليفت كومن كاروتيد، هذا ليفت كومن كاروتيد، وهذا البريكيو سيفاليك ترنك. فايضا الاوريجن مالتهم راح يكون قدام التراكيا، related anteriorly to the trachea، اوكي؟ والليفت بريكوسيفاليك فين هيان، وهذا ليفت بريكوسيفاليك فين. فهي الستركتشرز كلها راح تكون anterior to it. بعد والارش همين، الارش اوف اورتا. فعندنا anterior للباك اوف ذا sternum، عندنا الثايموس جلاند، بهاي المنطقة راح يكون الثايموس جلاند، عندنا هذا الليفت بريكوسيفاليك فين ايضا راح يمشي من قدامه anterior to it. عندنا الاوريجن، الاوريجن مال البريكيو سيفاليك ارتري والكم والليفت كمان كاروتيد اللي طايعين من الارش اوف اورتا، والارش اوف اورتا ايضا معاهم كلهم راح يكونون الانتيرير ريليشن اوف ذا تريكيا. زين، عندنا بوستيريور اللي اشكو، بوستيريور اللي تحكوا بس تركتشرات اثنين احفظوهم. خلف التريكيا ايش يجي؟ عندنا اسوفيجاس، خلف التريكيا اسوفيجاس، بين التريكيا وبين الاسوفيجاس اكو جروف اسمه ليفت ريكرنت لارينجيال نيرف. هاي الجمله اريد تحفظوها مثل اسمكم، اوكي؟ لما اقول وات از ذا بوستيريور ريليشن تو ذا اسوفيجاس، بدون حتى ما تفكرون، راسا خلف التريكيا يجينا الاسوفيجاس،
خلف التراكيا. What is the posterior relation of the trachea? Posterior to the trachea راح يجي الاسوفيجس، وبيناتهم اكو جروف. احنا نجي اكو محاضرات راح نحكي تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع. بين الاسوفيجس والتراكيا اكو جروف، جروف خاص من راح يمشي بينه left recurrent laryngeal nerve. زين هسه نريد نجي بقى للرايت سايد، هاي جهه الرايت سايد والليفت سايد. ايش راح يمشي بالرايت سايد؟ رايت تو ذا تريكيا. بالرايت سايد عندنا الازايجس فين، حقيقه ما موجود هون، الازايجس فين راح يكون موجود. الرايت فيجاس هيانو هذا، هذا رايت فيجاس نيرف، هذا الرايت فيجاس نيرف. وعندنا طبعا هون هاي المنطقه من راح يكون موجود البلورا، منطقه البلورا راح تكون موجوده، سيرفايكال بلورا راح تمتد لهي المنطقه اللي هي البلورا اللي هي الكفرنج مال اللونج نسميها بلورا. اوكي اذا الازايجس فين رايت اليوم ما واضح هوني، وعندنا الرايت فيجاس نيرف وعندنا البلورا. زين نجي للليفت سايد، بالليفت سايد ايش اكو؟ اكو ستراكشرز حقيقه اكثر هوني. بالليفت سايد لاحظوا هذا الارتش، بعدنا ارتش، هاي منطقه الارتش، هذا الارتش اوف اورتا. بعد الليفت كومن كاروتيد، هذا ليفت كومن كاروتيد ارتري، تمام ليفت كومن كاروتيد ارتري. بعد ليفت سبكليفيان ارتري، هذا هم من ليفت سبكليفيان ارتري. اذا الارتش اوف اورتا هذا، وبعدين الليفت كومن كاروتيد ارتري، وبعدين عندنا الليفت سبكليفيان ارتري. اوكي اضافه لليفت فيجاس نيرف، واكو عندنا ليفت فرينيك نيرف هم من راح يكون قريب من هالجهه. الليفت فرينيك نيرف ايضا راح ينزل يهكذ لاترال شويه اكثر للفيجاس، راح يكون لاترال شويه اكثر، نسميه ليفت فرينيك نيرف. وطبعا راح تجي هون ايضا مثل الرايت راح تجي منطقه البلورا اللي هي الكفرينج. هاي بالنسبه للريليشن انتيريرلي بوستيريرلي فروم ذا رايت اند ليفت سايد. البلود سبلاي اوف ذا تريكيا انقسموا قسمين، الابر تو ثيرد يختلف عن اللور ثيرد. الابر تو ثيرد من الانفيريور ثايرويد ارتريز، اوكي انفيريور ثايرويد ارتريز. اللور ثيرد من البرونكيال ارتريز اللي جايه من الهارت. اوكي الليمفاتيك، الليمفاتيك اكو بري تريكيال لينف نود، هاي بري تريكيال لينف نود، بري تريكيال لينف نود، وعندنا بارا تريكيال لينف نود. فالبري تريكيال لينف نود والبارا تريكيال لينف نود والاثنين بالاخير راح تنتهي كلها بالديب سيرفايكال لينف نود. حقيقه محاضرتنا انتهت، بس بقالنا النيرف سبلاي. السنسوري سبلاي بيها سنسوري وبيها سمباثيتك. السنسوري من الفيجاس نيرف، رايت فيجاس نيرف، ليفت فيجاس نيرف، والريكرنت لارينجيال نيرفز اللي معاهم. اذا السنسوري انرفيشن من التريكيا راح تاخذ من الفيجاس الرايت فيجاس والرايت ريكرنت لارينجيال نيرف مالته، والليفت فيجاس والليفت ريكرنت لارينجر اللي معانه. فالرايت الفيجاي والريكرنت لارينجر نيرف اللي معاها راح تغذي تعطي سنسوري انرفيشن تو ذا تريكيا، اضافه للسمباثيتك انرفيشن قلنا للتريكياليس مصل. زين